طيب يلا نبدأ يا باشمهندسين. سامعين صوتي اللي ورا ولا استخدم المايك احسن؟ كده احسن، كده احسن. حلو، ماشي. النهارده هنتكلم عن حاجتين، الاوسيلاتوري موشن والويفز. فانا الحاجه اللي عايزكم النهارده تفهموها كويس، ايه الفرق ما بين السيمبل هارمونيك موشن وايه الفرق ما بين الويف موشن. تمام، هنبدا بالسيمبل هارمونيك موشن. السيمبل هارمونيك موشن دي ابسط مثال ليها ان هي ايه؟ الماس سبرينج سيستم. عندي كتله ام ربطتها في سبرينج، وبعدين بدات اعمل ايه؟ بدات اشدها وبعدين سبتها. ايه اللي هيحصل؟ نشوف الايكويشن بتاعتها هتبقى عامله ازاي. احنا عارفين ان سمشن فورس هيساوي في الاخر ام اي، صح؟ انا بشد الجسم كده، بعد ما اسيبه هل في فورسز عليه؟ الفرصه الوحيده اللي موجوده هي الفرصه بتاعت السبرينج، صح؟ وبتبقى في اتجاه عكس اتجاه الحركه، مظبوط؟ فهيبقى عندنا الماينس الاف بتاعت السبرينج هتساوي ام في الاي، واحنا عارفين الاف بتاعت السبرينج بتساوي كام؟ كي في الاكس، كي السبرينج كونستانت، والاكس اللي هو الديسبيسمنت اللي بيعملها الجسم ده. تمام؟ طيب احنا عارفين ان الاكسلريشن هو السكند ديريفيتيف بتاع البوزيشن، فبالتالي هنقول ان احنا الاكس دبل دوت عندنا هتساوي نيجاتيف كي اوفر ام في اكس. تمام؟ الكي اوفر ام دي ده رقم بوزيتيف وده رقم بوزيتيف، عشان كده بنقول ان هو هنسميه اوميجا سكوير، عشان اوميجا سكوير دي على طول هتطلع ايه؟ حاجه بوزيتيف، والنيجاتيف دي اوريدي ايه؟ موجوده معانا. تمام؟ دي سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن، حلها بيطلع على طول ايه؟ ساين او كوساين. تمام؟ اللي هو ايه الحاجه اللي لما اجي افاضلها مرتين بتطلع لي هي هي مضروبه في نيجاتيف. نص ساين وكوساين، صح؟ طب ايه الحاجه لما اجي افاضلها مرتين بتطلع لي هي هي بنفس الاشاره؟ شاين وكوشاين. لو شاين اوميجا اكس مثلا جيت افاضلها هتطلع لي اوميجا كوشاين، اجي افاضل تاني تطلع اوميجا سكوير شاين. تمام؟ فده المفروض السوليوشن بتاعها. ايه؟ طيب عايزين نشوف الانرجي بتاعت الجسم ده، هو بيكسبيرينس ايه؟ حاجتين، بوتنشال انرجي وكاينيتيك انرجي. الكاينيتيك انرجي بتساوي ايه؟ اف ام في سكوير، دي اللي هي الفيرست ديريفيتيف اوف ديسبيسمنت. تمام؟ فتبقى اف ام اكس دوت سكوير. اكس دوت هفاضل الساين تطلع لي ايه؟ الاوميجا بره، تبقى على طول هاف ام اوميجا سكوير دي سكوير دي كوساين سكوير، نفس الارجيومنت اللي هنا. تمام؟ والبوتنشال انرجي بتساوي ايه؟ نص كي اكس سكوير. الاكس هرجع اعوض بيه هنا زي ما هي. تمام؟ احنا من هنا نقدر نقول ان على طول الكي بتساوي ايه؟ ام اوميجا سكوير. تمام؟ فلما اجي اجيب التوتال انرجي هجمع الكاينيتيك على البوتنشال، الاقي ان انا ممكن اخد الترم ده كله كومن فاكتور. نص كي اي سكوير ونص ام اوميجا سكوير اي سكوير من هنا. تمام؟ لما اجي اجمعهم هيطلع لي على طول ان الاي توتال نص كي اي سكوير. تمام؟ ما هياش فانكشن في البوزيشن اصلا، هو التوتال انرجي بتاعته على طول ثابته، وهو بيتحرك الانرجي بس عماله تتغير شويه بوتنشال وشويه كاينيتيك. تمام؟ طيب خلينا نقول كده حاجات بسيطه. ايه الماكسيمم فيلوستي بتاعت الجسم ده؟ فاضل الساين مره، لما فاضل الساين مره هيطلع لي ايه؟ اوميجا اي في كوساين، يبقى الماكسيمم فيلوستي هتبقى كام؟ اوميجا اي، صح؟ هتحصل فين؟ في النص، لان هو الجسم في الاخر لما بيوصل هنا سرعته توصل لصفر ويبدا يعكس اتجاهه، فبالتالي الاكسلريشن الماكسيمم مكانه بيبقى فين؟ على الاطراف، اللي هو خلاص هنا اكتر حاجه مشدوده، فالاف اكبر حاجه، فبالتالي الاكسلريشن هيبقى اكبر حاجه على الاكستريمز هنا. تمام؟ واكبر اكسلريشن هيبقى كام؟ اوميجا سكوير في الاي. تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف لو احنا عندنا مالتيبل اوسيليشنز، يعني ايه مالتيبل اوسيليشنز؟ يعني انا جيت الجسم ده مثلا في الاول كنت خبطه خبطه. تمام؟ هو اوريدي شغال، انا رحت مديله كمان خبطه ثانيه. يبقى انا كده كاني اثرت عليه بايه؟ بقوه مرتين يعني، فبالتالي هيحصل لي تو افكتس. تمام؟ طيب التو افكتس دول بقى شكلهم يعني هيطلع عامل ازاي في الاخر؟ نعرفها منين؟ نعرفها ان احنا نجمعهم عادي، فناخد نقول ان الواي توتال هتساوي مجموع اثنين اوسيليشنز اللي انا عملت لهم ابلاي على الجسم ده. تمام؟ لقينا ان الدنيا بتكلكع جدا، لو احنا كمان خصوصا لو عندنا اكتر من كده والوايات كلها مختلفه، هنلاقي ان احنا عشان نقعد نسولف دي هنعمل ايه؟ نقعد بقى ناخد كل فيزر. احنا ازاي بنجمع الفيزرز؟ ادي الاولاني طول واي نوت 1 وعامل الفا 1، واللي بعديه واي نوت 2 وعامل الفا 2 مع الهوريزونتال طبعا. تمام؟ وبعدين بنبدا من اول نقطه وننتهي عن اخر نقطه، وبنقول ان هو ده ريزلتنت والفيز بتاعه كام؟ 100. تمام؟ احنا ممكن نقعد نحلل بقى كل حاجه هنا وهنا ونجيب الطول ده كام والطول ده كام الليله.
تمام. فعملنا حاجه ابسط نقدر نتعامل بيها اسمها الفيزو ريبريزنتيشن. الفيزو ريبريزنتيشن ده بيبسط لنا الموضوع جدا. تمام؟ عباره عن ايه الفيزو ريبريزنتيشن ده؟ بقول انا هعتبر ان انا الساين اللي عندي دي عباره عن فيزر. تمام؟ الفيزر ده واقف بيلف بنفس الاوميجا بتاعت الساين دي. فانا هنا انا راسم ايه؟ انا راسم الواي او اللي هي يعني الاكس اوف تي او الواي اوف تي راسمها مع التايم، فمطلع لي ساين. فانا قلت بدل ما انا اقعد اقول ان دي هتبقى معادله ايه ساين اوميجا دي بلس الفا، لا انا هاجي اعرفها بشكل ابسط بكثير، هو هيبقى ايه؟ ايه فيز كذا. حلو؟ وده انا هبقى عارف ان ايه هو كل الفيزر والالفا ده الانيشال فيز اللي عندي. تمام؟ ايه المعلومه اللي سقطت هنا؟ ايه المعلومه اللي سقطت من هنا لهنا؟ ايه؟ الاوميجا بالظبط، الاوميجا ما بتظهرش هنا. تمام؟ الطريقه دي احنا بنعملها لما بنيجي نجمع اثنين ساينز ليهم نفس الاوميجا. ينفع لو الاوميجا مختلفه نجمع الساينز؟ ليه؟ عشان ايه؟ ايوه ليه برضه؟ عشان هو اصلا من الاساس الساين اورثوجونال، صح؟ انت خدت فورير سيريز مش كده؟ فورير سيريز انت بتقسم اي فانكشن لايه؟ لحاجه ساين اوميجا نوت تي وبعدين 2 اوميجا نوت تي و3 اوميجا نوت تي وهكذا، هل ينفع تجمع ساين اوميجا نوت تي على ساين 2 ساين 2 اوميجا نوت تي؟ مستحيل، ما ينفعش اصلا هم اورثوجونال، تمام؟ فاحنا لما بنيجي نستخدم الفيزر ده لازم نكون متاكدين ان كلهم ليهم نفس الاوميجا. تمام؟ احنا ممكن بكل بساطه الشكل ده نحطه على الاله. لو انا عندي اثنين فيزر سمبلي اشوف هنا ده بكام وده بكام واقول ده مثلا هيبقى واي نوت 1 فيز الفا 1 ده واي نوت 2 الفا 2. دول كده ممكن تحطهم على الاله وتجمعهم على طول، هي تقوم مطلعه لك الريزلتنت كام والالفا بتاعته بكام. اما نيجي في المسائل اقول لكم دي بتتعمل ازاي. طيب عندنا شويه سبيشال كيسز كده. لو احنا عندنا ان اوسيليتورز، تمام، كل واحد فيهم ليه نفس التول اللي هو واي نود، اوكي، وبعدين في فيس شيفت ما بين كل واحد واللي قبليه الفا نود، فده معناه ان هو شكله عامل ازاي؟ ادي الاولاني، ادي واي نود وعامل زاويه صفر، وبعدين اللي بعديه عامل الفا نود مع اللي قبليه، واللي بعديه عامل برضو الفا نود مع اللي قبليه، يعني معناها ان تاني واحد عمل ايه؟ يعني اللي بعديه عامل اثنين الفا نود، ده عامل الفا نود، اللي بعديه عامل اثنين وهكذا، لحد اخر واحد هيبقى عامل ان ناقص واحد الفا نود مع الهوريزونت. تمام؟ طيب احنا ده في المحاضره الدكتوره اثبتت ان احنا لو جينا نشوف الواي نوت بتاع الكلام ده كله، تمام، اللي هو عباره عن الوايات دي، هيطلع لي في الاخر بما ان هم نفس الفريكونسي، وناخد بالنا من دي، بما ان هم نفس الفريكونسي نقدر نجمعهم ويطلع لي في الاخر واي نوت ريزلتنت واحده، تمام، ساين وليها فيز الفا نوت توتال. تمام؟ فالمحاضره الدكتوره اثبتت ان الواي نوت توتال اللي هي دي هتساوي واي نوت ساين ان الفا نوت على 2 على ساين الفا نود على 2، والالفا نود توتال هتساوي ان ناقص 1 على 2 الفا نود. تمام؟ دي كده السيمبل هارمونيك موشن. طيب عايزين بقى نتكلم على الويف ونبدا نشوف بقى ايه الفرق ما بين الويف وما بين السيمبل هارمونيك موشن. طيب الويفز بتتقسم لنوعين، في ترانسفيرس ويفز وفي لونجيتيودينال ويفز. ترانسفيرس ويفز دي اللي هي حركه الويف بتبقى عموديه على الدايركشن اوف بروباجيشن، ده زي ايه؟ الالكترومغناطيك ويفز كلها اللي هي منها اللايت. تمام؟ اللونجيتيودنال ويفز هي زي الساوند ويفز كده، لما بنتكلم بيحصل ديستربنس، بس الديستربنس ده بيبقى في اتجاه حركه الصوت وهو ماشي. تمام؟ طيب اللي احنا هندرسه هو الترانسفيرس ويفز. ايه؟ اول حاجه هنتكلم عليها شكل الفانكشن بتاعته. الفانكشن بتاعته عامله ازاي؟ هي بما انها ويف بتتحرك في سبيس يبقى لازم تكون فانكشن في البوزيشن، يعني ده معناه ان هي ممكن تبقى في نقطه ليها قيمه في مكان تاني ليها فاليو تاني، صح؟ وتاني حاجه لازم التايم هو يكون فيها، لان التايم ده هو اللي بيسمح للويف انها تتحرك. طيب ده كده نص الكلام. ايه بقيه الكلام؟ ان الفانكشن دي لازم تكون فانكشن في اكس بلس اور ماينس بي في تي. ما ينفعش يكون في حاجه غير كده، ما ينفعش يكون عندي فانكشن فيها اكس ناقص في تي مثلا واكس بلس 2 في تي وفي تي ويف فانكشن. ليه بقى؟ عايزين الاول نفهم يعني ايه اصلا الكلام ده. فهنبدا في حاجه كده في الاول اسمها ويف فورم. تعالوا نتكلم، نقول ان احنا عندنا فانكشن. فانكشن دي عباره عن واي بتساوي اكس سكوير. دي فانكشن بتاعت ايه؟ فراوله في الاوريجن، صح؟ طب لو قلت لكم عايزين نرسم فانكشن ثانيه بتساوي اكس ناقص 1 اول سكوير، هتترسم فين؟ هشوف لك سنه يمين بس،
اجيب دي هنا الاور اللي بدل ما كان هنا لا يبقى عنده واحد. طيب اكس ناقص 5 طلع اكس هتيجي هنا عند 5 وتيجي هنا نفس البروبلم. طيب تعالى نقول ان انا بعيدا عن الشيفتنج والكيرف والارقام ده انا لما اجي ابص على الويف هنا على شكل الويف هل شكلها هيتغير لو بصيت عليها في اي مكان؟ لا هي هي الفكره بس ان انا هنا قعدت اعمل لها ايه؟ شيفتنج صح؟ طب تعالى نقول الشيفتنج بقى ده بقى تايم ديبندنت يعني انا هنا بدل ما كنت بطرح ماينس 5 وبدل ما كنت بطرح ماينس 5 لا انا هعمل اكس ماينس تي اول سكوير. فده معناه ايه اللي هيحصل؟ ان انا عندي هيبقى نفس الفرابله تمام؟ ليت سي مثلا ان في سورس من هنا هو اللي بيجنريت شكل الفرابله دي بعد اول ثانيه هلاقيها فين؟ هلاقيها هنا، بعد خمس ثواني هلاقيها فين؟ هلاقيها هنا صح؟ ثانيه كمان هتمشي، يبقى ده معناها ان انا كده بقى عندي ايه؟ ترافلنج ويف. عشان كده لازم يبقى عندي هي فانكشن في اكس ناقص حاجه في تي، حاجه اللي هي دي اللي بتحدد لي السرعه تمام؟ فدي كده اسمها ويف ايكويشن تمام؟ طيب لو انا جيت ثبتت التايم بقى الويف دي جت وهي ماشيه كده انا كنت موقف الزمن ورحت ايه مصور كده خدت سناب شوت للويف وهي ماشيه هشوف حاجه اسمها ايه؟ ويف فورم. فويف فورم دي هي ايه؟ شكل الويف عند تايم انستنت معينه هي خلاص هي شكلها عامل بارابولا والبارابولا دي عماله تمشي كده في الزمن انا لما اجي اوقف الزمن في اي لحظه اللي هشوفه هي دايما بارابولا عمرها ما تتغير تمام؟ فدي بسميها ويف فورم اللي هي اف او اكس تمام؟ الويف فورم دي لما ابدا اشفتها في التايم بتبقى ويف ايكويشن او ويف فانكشن اللي هي اف او اكس ناقص في تي دي بتيجي بتبقى ويف فانكشن. تمام؟ طيب خليني اسالكم سؤال تاني الفرق لو انا قلت ان انا جبت اي سي سورس تمام وانا رحت موصله على سلك طويل كده وبعدين جيت الناحيه الثانيه رحت حطيت لود ايا كان بقى ريزستور ولا اي حاجه تمام وهتكتب ان السورس ده بيطلع الفي بتاعه بيساوي في نوت ساين اوميجا تي والسلك ده قلت لكم مثلا طوله كله متر يعني هو من اول هنا لحد هنا دي كده متر وجيت اقول لحد شكل الفولتج على السلك ده هيبقى عامل ازاي؟ ايه؟ حسب النقطة يعني حد يعني حد تاني ممكن حسب التايم يعني ايه بقى حسب التايم؟ يعني شكله هيبقى عامل ازاي اكروس السلك؟ قول لي شكل يعني اوصف لي شكله هيبقى عامل ازاي؟ ايه؟ ساين ويف يعني انتوا عايزين الفولتج يبقى شكله عامل كده حوالين السلك صح؟ صح؟ حد شايف حاجة غير كده؟ إيه؟ لا 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 ها هو الفانكشن دي فانكشن في البوزيشن أصلاً ولا فانكشن في التايم بس؟ في التايم بس يعني المفروض إن دي كده هتساوي يعني في عند إكس بتساوي واحد هتساوي هي هي في عند إكس بتساوي نص هتساوي نفسها صح؟ يبقى الفانكشن دي أرسمها إزاي؟ كونستنت حلو؟ كونستنت بس مش دي سي يعني ايه بقى كونستنت بس مش دي سي معناها ان الفانكشن دي اما اجي اشوف هي عامله ازاي على السلك اتفضل بقى مش مشكله يا جماعه ده معناها ان الويف عامله ازاي او الفولتج مثلا في لحظه معينه عامل كده مثلا بدي نود على الاثنين اكروس السلك كله كروس السلك كله الفولتج كام؟ بيمر على الاثنين طيب لو زودت الزمن او مشيت الزمن شويه ايه اللي هيحصل؟ هلاقي كل ده بينزل كله مع بعض في نفس الوقت صح؟ يبقى السلك كله عليه كونستنت فولتج الكونستنت فولتج ده هو فانكشن التايم فكل ما التايم ما بيتغير النقطة يعني الفولتج ده بس بيقعد ينزل ويطلع كمان شويه هيبقى هنا كمان شويه هيبقى زيرو كمان شويه هيوصل لماينس في نوت وهكذا دي معادله الايه؟ السمبل هارمونيك موشن هي ما فيهاش فانكشن
البوزيشن، فبلاقي ان انا السلك كله نفس الفولتج وعمال يعلى وينزل مع التايم. حلو، طب تعالى بقى نقول ان احنا السورس ده بيأبلاي ليه بشكل مختلف. V نوت ساين كي اكس ناقص اوميجا تي. ها هنا بقى شكل الويف هنعمل ازاي؟ مختلف مع البوزيشن، صح؟ فاهمين؟ هنا شكل الساين هتبقى عامله كده. حلو؟ ده طبعا عند ايه؟ عند تايم معين. في الكيس دي لما مشي الزمن بقى ايه اللي هيحصل؟ الويف دي هتتحرك، لان هي عباره عن ايه؟ عباره عن ساين ويف عادي، وكل اللي احنا عملناه حطينا ايه؟ حاجه بتشفت، حاجه بتشفت الساين، والحاجه اللي بتشفت الساين دي خليناها ايه؟ تايم ديبندنت. فكل ما الوقت ما يمشي ايه اللي هيحصل؟ الويف دي هتتحرك تاني. حلو؟ فهمنا ايه الفرق بين دي وبين دي؟ يبقى دي ما هياش فانكشن في البوزيشن اصلا. اوكي؟ طيب احنا ليه بقى مهتمين بالساين ويف بالتحديد؟ يعني احنا قلنا اي فانكشن ممكن تبقى ترافلنج ويف، الفكره بس ان احنا ايه شكلتها؟ يعني احنا هنا كان ممكن نحط الفرابله، كان ممكن احط الفرابله بتاعتي هنا عادي هتبقى هنا، وبعدين الفرابله دي هتمشي في السلك كده مع الزمن، يعني حاجه مالهاش معنى، بس الفكره ان احنا ايه نقدر نعمل اي حاجه، تمام؟ بس في الاخر انا لو جيت اعمل الفرابله دي على السلك في الاخر هعملها ايه؟ يعني انا لو عايز اعمل اي فانكشن في السلك هنا، فانكشن للفولتج هعمل ايه؟ احنا عندنا ما نقدرش نجنريت غير ساين وكوساين بس. طب نعمل ايه؟ نشوف الفانكشن اللي انا عايز اجنريتها واعمل ايه؟ اجيب لها الفريكونس فورم او الفريك سيريز. حلو؟ وبعدين اعمل ايه؟ اقعد بقى ادخل ساين باشكال مختلفه، فالفرابل هلاقي مثلا شكلها بيطلع عامل كده في الاخر. الانفلوب بتاعها في الاخر او الافرج بتاعها بيبقى عامل زي الساين. ماشي؟ فاحنا عشان كده بنبقى مهتمين قوي بالساين ويف على وجه التحديد، لان احنا اي حاجه في الدنيا نقدر نعمل لها ريزولف الايه؟ للساين والكوساين. تمام؟ طيب فده شكل الساين ويف بتاعي، هي ساين اكس عادي فيها بلس وماينس اوميجا تي، ده حسب الشيفت اللي انا هعمله، هيبقى في البلس اكس اكسس ولا في النيجاتيف اكس اكسس. طبعا ماينس اوميجا تي ده هيديني في ايه؟ في البلس اكس اكسس، زي ما كنا حاطين اكس سكويرد واكس ماينس 1 هول سكويرد، كل ما بطرح هيكتب ايه؟ بيشيفت في البلس اكس. تمام؟ طيب عايزين بقى نفهم ايه كي ده وايه الاوميجا. الاول تعالوا نتكلم على الرسمه دي. احنا لو وقفنا الزمن والفيز هنا مثلا كان 90، لو مشيت مسافه معينه وصلت 90 تاني، المسافه دي اقدر اسميها ايه؟ لمبه، صح؟ يبقى الويف بتكرر نفسها في السبيس كله لمبه، صح؟ اعرف اللمبه دي منين بقى؟ مش الفيز هنا هو الفيز هنا، صح؟ طب تعالوا كده نشوف اصلا شكل الفيز بتاع الويف ده عامل ازاي؟ وعامل كي اكس، خلينا ماينس اوميجا تي بلس الفا مثلا. تعال نسمي دي اكس 1 ونسمي دي اكس 2. تعال نجرب مره نشوف الفيز هنا بكام والفيز هنا بكام. عند اكس 1 الفيز هيبقى بكام؟ كي اكس 1 ماينس اوميجا تي بلس الفا. بس في حاجه، احنا هنا مثبتين الزمن، صح؟ ما دام الزمن ثابت هنا ما بقولش اوميجا تي بس كده، اقول اوميجا تي نوت مثلا. ده معناها ان انا ايه جيت في لحظه كده رحت دايس بوز مثلا، شايف الفيديو شغال ويتحرك وانت دايس بوز، بشوف الملف الثانيه بكام واعوض دي هنا، تمام؟ في نفس اللحظه دي بشوف الفيز عند اكس 2 كي اكس 2 ناقص اوميجا تي نوت بلس الفا، تمام؟ طيب تعالى نطرح الفيزز من بعض، او الفيزز دي انا عارف ان هم بيساووا بعض كده كده، صح؟ طيب ايه بالظبط؟ احنا هنا حاطين ان اكس 1 واكس 2 المساحه ما بينهم لمبه، عشان كده اما نيجي نطرح دول من بعض المفروض يطلعوا كام؟ زيرو فيز. انا هنا بتكلم فيز، هنا الفيز ب 90 وهنا الفيز ب 90، انا وهنا بطرح حتت الفيز من بعض، صح؟ فلما اجي اطرح ده من ده هيطلع لي ايه؟ ان كي اكس 2 ناقص اكس 1 هيساوي كام؟ زيرو، صح؟ من باقي حد؟ لا، صح؟ لو حطيت الام بواحد يبقى ده معناها ان اكس 1 واكس 2 دول فين؟ دي اكس 1 ودول اكس 2. طب لو حطيت الام باثنين يبقى دي اكس 1 ودي اكس 2، صح؟ فناخد الكيس بتاعت الام بواحد، يبقى ده معناها ان الديفرنس دول هيبقى ايه؟ لمبه،
صح؟ فهحط الام بواحد وهحط الديفرنس ده ب 1 لامدا، يبقى هيطلع لي ان ايه؟ كي لامدا هتساوي 2 باي. صح؟ يبقى الكي هتساوي 2 باي ب 1 لامدا. بالطريقه دي انا بعرف بس الويف دي بيريودك كل قد ايه في السبيس. تمام؟ فلو انا جيت قلت لك ان انا عندي الكي دي مثلا ب 5 حلو؟ وجيت قلت لك انا عايز اعرف طول الموجه دي لما تمشي في الهواء. الخطوه بتاعت الموجه دي هتبقى بكام؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي على طول 2 باي اوفر 5. انت السورس لما تيجي تجنريت ده تدي له الكي ده على طول، تدي له الكي والاوميجا. حلو؟ طيب عايزين نفكر بقى في سرعه الويف دي. قبل ما نفكر في سرعه الويف تعالى نفكر في مثال ابطأ. اسهل قصدي. لو انا قلت لكم ان انا لما باجي اجري مثلا الخطوه بتاعتي بتبقى 1 متر. هل تقدر تعرف السرعه منها؟ لا. طب لو قلت لك انا في الثانيه الواحده بعمل خطوتين يبقى انا سرعتي كام؟ 2 متر في الثانيه. عملنا ايه؟ شفت خطوتي قد ايه وضربتها في عدد الخطوات اللي انا بعملها في الثانيه الواحده، صح؟ طيب احنا عندنا دلوقتي دي الويف الخطوه بتاعتها بكام؟ بلمبه. وبتعمل كام خطوه في الثانيه؟ فريكونسي، صح؟ فبالتالي نقدر نقول ان السرعه بتاعت الويف هتساوي ايه؟ لامدا في الفريكونسي. لامدا اللي هي الخطوه بتاعت الويف والفريكونسي اللي هي بتعمل كام خطوه. تمام؟ لو ضربنا في 2 باي وقسمنا على 2 باي تطلع على طول البي بتساوي الاوميجا اوفر كي، والاوميجا اوفر كي هي دي الحاجات اللي بتبقى جيفن هنا للسورس اللي بيجي يطلع الويف اللي احنا عايزينها. تمام؟ طيب احنا كده اتكلمنا لو احنا عملنا ايه في الويف دي؟ في الويف ايكويشن دي؟ لو ثبتنا الزمن الويف كده احنا ماشيين خدنا سناب شوت وشفنا شكلها عامل ازاي. طب هل في حاجه ثانيه ممكن نثبتها؟ البوزيشن. انا ممكن اثبت البوزيشن وساعتها هجري الزمن، صح؟ طيب تعالوا كده نبص على الويف اللي هنا. مش الويف دي كمان شويه هتبقى عامله كده؟ صح؟ وكمان شويه هتبقى عامله كده؟ مش كده؟ طيب لو دي كانت الكتروماجنتيك ويف عادي فيها اي واتش وبتاع واحنا حطينا تشارج البارتكل هنا، فالبارتكل دي شايفه ايه؟ شايفه الاي هنا كان بكذا وبعدها بشويه الاي بقى بكذا وبعدها بشويه الاي بقى بكذا، صح؟ فرق دي هيحصل لها ايه؟ عادي احنا عارفين ان الاف اللي بتحصل على البوينت تشارج بتساوي ايه؟ اي في الاي، صح؟ فلو الاي عمال طالع نازل كده ايه اللي هيحصل للتشارج؟ بوينت تشارج دي هتقعد هي برضه توسليت، صح؟ طيب فلما احنا نيجي نثبت البوزيشن متوقعين يحصل لنا ايه؟ سمبل هارمونيك موشن.